وفي تجارب واضحه جدا. احنا قلنا انه البلد من 65 سنه منذ الاستقلال فيها اشكالات، حكومات نخب، برامج بتاع نخب، ما في مشروع وطني، ما في برامج وطني، ما في دستور دائم، نتيجه ل المشاريع الأحادية دي. عشان كده جاء الوقت في الفترة دي في إنه الناس يتوجهوا إلى أن يكون هنالك وفاق وأن يكون هنالك مشروع وطني يجمع حوله أهل السودان، وإنه ده المخرج الوحيد. ما في زول يفتكر إنه دي فترة هو ممكن يتسيد فيها المشهد وممكن يغسل آخرين. ووضح الأمر الآن، الآن الأمر وضح. إحنا يا جماعة منذ أن سقط النظام وجاءت الثورة إلى اليوم الوضع في السودان بيتردد، والشعب السوداني بدأ يفقد الأمل. وأسوأ ما في الشيء أن يبدأ الشعب في فقدان الأمل ويبدأ يبحث عن خيارات أخرى. علينا مسؤولية كقوة سياسية، علينا مسؤولية كمجلس سيادة، علينا مسؤولية كمجلس وزراء، علينا مسؤولية كرئيس مجلس الوزراء الأخ عبد الله حمدوك. الوضع الراهن لا يحتمل ويصير كل يوم من سيء إلى أسوأ، وما في زول بينكر الكلام ده إلا مكابر. ولا يمكن أن نستمر بهذا الوضع على الإطلاق. إحنا نتشظى وتدخل أجنبي يمسك بتلابيب القرار الوطني السيادي ويستبيح السيادة الوطنية. يبقى ما عندنا دولة.